البعض إذا جاء طارئ الشيخ دكتور محمد بخيت يتجه دائما تتجه الأنظار إلى أفريقيا، ما السر يا شيخ؟ في محبة، في علاقة، في شيء؟ والله يعني باعتبار أنها أكثر بلد يعني أو أكثر مكان زرته، بسبب أن يعني الأمور فيها متيسرة بكثير، والحقيقة قلة الفتن هناك يعني من الدوافع يعني. أيضا سبحان الله الأفارقة يحبون الجنس العربي، حتى اللباس العربي، ولا سيما في يعني من أهل المدينة ما شاء الله. يعني حتى أني وجدت يعني بعض الناس يعني الإخوة طلاب الجامعة مجتهدين في الدعوة، والله لهم جهود كبيرة، والله نحن نستحق أنفسنا أمامهم. طيب أي والله. فلما رحنا هناك يعني قالوا لنا والله هذه القرية قالوا ما تسلم حتى يجي واحد من أهل المدينة نسلم على يده، لأن سمعنا إنه القرية اللي جنبنا يعني ارتدوا على يد واحد مدني، فكانوا يتوقفون حتى يجي أحد. سبحان الله، يعني المفتاح إنك تقول أنا من المدينة، بس لو قلت أنا عربي أو من المدينة هذا يعتبر يعني في حد ذاته دعوة يعني ويقبل الناس بسببها. رحنا مرة مكان قالوا أنتم أول عربي بل أول مسلم يزورنا من خارج بلادنا، سبحان الله، مع أن النصارى يعني المبشرين أو المنصرين يعني في كل أسبوع ممكن في كل شهر يزورونهم، يزورون إخوانهم، وإحنا ما أحد زارنا أبدا، أنتم أول ناس زارنا. سبحان الله. نعم، ففي عندهم سبحان الله أيضا يعني مما يعني يعني يشجع على الزيارة، زيارة الأفارقة، أنهم مقبلين على الدعوة سبحان الله، ولا تظن أنهم لأجل المال. والله انا رايت هذا بعيني. أيوة. بعض الناس يظن انه والله يا شيخ هذا يضحكوا عليكم وبعدين يسلموا بعد مجرد انك تروح. والله انا اذكر يعني قصه الاخوان يعني قصه يعني قصتين حصلت لي فعلا تدل على ان يعني ان الايمان اذا خالط القلب يصعب انه يا سبحان الله يخرج منه. المهم اننا يعني نرسخ هذا في قلوبنا. صحيح. يعني رحنا مره لجبل في توغو. توغو هذا يا شيخ هي معشوقتك في افريقيا يعني. هي سلسلة جبال مثل جبال تهامة. نعم. واغلب اللي فيها نصارى ما هم مسلمين، عفوا مشركين ما هم مسلمين، ما هم نصارى. وثنيين. وثنيين. نعم. وكان الاسلام عندهم يعني من ابغض ما يكون. الله المستعان. ايوه سبحان الله، ثم الله شرح قلوبهم، احبوا يعني الاسلام وحبوا الدخول فيه. ويرسلون للإخوان يعني أرسل لنا من يأتينا للدعوة، حتى أحد الإخوة اسمه عبد الله يولو، أخونا عبد الله يولو، أراني خارطة فيها 420 قرية. نعم. يقول ما تمكننا من زيارة يعني ولا 25 قرية. الله المستعان. والباقي 425 تتمنى بس أحد يجيها يدخلها في الإسلام، ويدخلون يعني بصدق غير كذا يعني بأعداد هائلة. يعني رحت مرة قرية في مجلس واحد 700 شخص أسلم.